الاخبار كان موجود في صالح الوجه المفتوح مش ضروري يكون مسار، لكن كان في من دونك تمنينا افتتاح هذه الجلسه مع تشكرات الحضور الكريم الذي بالدعوة الحضور في الاجتماع العام. هي حضور السيد خليل الرويسي ممثل الجامعه غني الشريف، هي خاصه استاذ عبد الصادق بلال ممثل الاسره الوطنيه الاحترافيه كره القدم، كذلك تحيه خاصه الحاج السيدي ممثل الاسره السادسه لكره القدم. انا احيي رجال الاعلام الصحافه الحاضرين معنا، وكذلك حضور المدعوين من بعض الجماهير ايها الساده، عندي واحد مداخله وجيزه اللي ندير فيها الشطير. الشطر الاول كيتعين الموسم الماضي، والشطر الثاني الموسم القادم والمستقبل يبان فيه خريف ان شاء الله. فالموسم اللي مضى كلكم كتعرفوا الموسم، كذلك بدا منه بصفه خاصه، كان صعب، كان في اضطرابات كثيره، كان في عواصف اللي كانت ممكن تعصف بفريق كاس الوطنيه. هاد النتائج لم تكن في مستوى الطموح، هذا الشيء غادي نطرقوا له في التقرير الادبي، لكن لا بد من بعض التوضيحات. ملاحظات تنظن بانه حاليا في مدينه خريبه الجو اصبح غير ملائم باش ندير فريق المنافسه، كاين واحد الضغط نفسي اصبح رهيب على الناس ديال الكوميتي ولا كذلك على اللاعبين، الضغط اللي لا يطاق. كان هناك بعض الحسابات ضيقه اللي يجب ان نتجاوزها لمصلحه الفريق. المستقبل الإعلامي في الخريف يا إخوان رهين، العمل الجاد رهين، واحد المنتخب قوي رهين، الهدوء المحيط ديالو. إذا بغينا نحققوا النتائج لابد من نخدموا في ظروف ملائمة. كذلك من بعد توضيحات الموضح أن عندنا طموح كبير باش الفريق يدير نتائج كبيرة مع ثلاثة دولين، كاين واحد المحدودية ديال الميزانية تغيير المستشارين. خاصنا كلنا فهي فوق كل اعتبار، خاص كل شيء يتحمل المسؤوليه ديالك. اليوم انا كرئيس النادي الائتلاف، النادي بالمصالحه، النادي بالثقه، النادي بالتضامن، النادي بالتاخي، جميع الفعاليات ديال اولمبيك خريطه اللي بغينا نزيدو بها الفريق القدام. هذا الشعار كرفه دائما، لانه اصبح من الصعب نجحوا الى ما درناش هاد الفاكتور هادو صغير نجحوا. هاد الظواهر راه ما كنعيشوهاش حنا، عايشة بزاف ديال الفرق زيادة على المسائل المالية اللي الحمد لله اللي حنا المشكل المالي عندنا ما نضربش بزاف، وخا قليل كاين التوازن جميع وغيرهم، لا ديال الطاقم التقني ولا ديال اللاعبين اللي كنتمنى باش ينسيونا ونحيو النتائج والخلفية ديال الموسم السنين السابقة. أما فيما يخص الموسم القادم، أنا كنظن بأنه غادي يكون صعب، رغم الأمل.
العمل اللي عندنا صاحبي مات، لأنه كان واحد جو جديد كرة القدم الوطنية اللي غادي كان فيه واحد الحزم كبير من طرف الجامعة الملكية لكرة القدم. الفروق اللي ما تلقاش وما تبقاش ما هو الزامي ديال الفيدراسيون. ولهذا الاخوان تنظن بانه كاين واحد العمل شاق ينتظرنا، والعمل الاول اللي غادي نشرحوا فيه الفريق راه كيتدرب راه غادي يكون غادي مزيان مسائل الماليه كل شيء ديال الجوار غادي يكون وقت التدريب ما عندناش غادي نخلصها وغادي الماليه ديال الفريق ما راه مزيانه. الملف الكبير هو ديال خط الشركة الريادية، يعني اللي من أفريقيا من السنة المقبلة يصبح رئيسين، رئيس ديال الجمعية ورئيس ديال الشركة، مدير ديال الفرقة ديال الوسيطة اللي كتعتمدو بها، رئيس ناطور ديال الوزارة الشركة عند الفريق عندنا الإخوان ربما واحد الاهداف مع الطاقم التقني اللي كل شيء مسؤولين، وكذلك واحد استراتيجيه ديال العمل والتسويق وديال التكوين رغم الصعوبات. انا كنظن اليوم بانه مرتاح رغم التعليق رغم بزاف المسائل الاشاعات رغم الشم، هادشي انا كنساه. اي واحد حس بانه غلط في حقه ولا ظلمته انا كنطلب منه المسامحه، اي واحد ظلمني ولا غلط في حقي انا كنسامحه. هذا كله المصلحه البسيطه، ولهذا انا خديت اليوم ماشي خديت شفت المصلحه ديال الوسيكا فين غادي. الوسيكا كما قلت لكم ما يمكنش اي واحد، انا كان بزاف كان في السن كان نزار كان حديد كان نصار، اي واحد ما كان يقدر يشوف الوسيكا اليوم من غير الى الوسيكا كانت يد وحده وفرقه وحده وقلب واحد وروح وحده. تنظن بانه من بعد الجمع العام اللي فات لان جميع المنخرطين تفهموا هادشي هضموه وعرفوا بان هذا هو الحل اللي كاين. دارت لجان انا جوج فئات ما نخزن حتى شي حاجه، فئه اللي في المكتب مواليه المكتب وفئه معنا كانت مع خلافات ما نقولش كاع معارضه ما بعد المعارضه عندها خلافات عندها ملاحظات عندها تسيير عندها نتائج عندها بزاف الحوايج. ولهذا كل شيء اقتنع اليوم كل شيء اقتنع اليوم بان خص يكون تغيير. اول واحد اقتنع بالتغيير هو انا، ولهذا المصلحه ديال الفريق انا غادي نديرو الجمع العام هذا اليوم الاستثنائي ديال المنظمه، وغادي ندعي الجمع العام الاستثنائي الاجال القانونيه 15 ديال الاسابيع تاع الثلاثه باش يكون في قانون داخلي اللي وثيقه مهمه الشركة، وكذلك غادي يكون فيه مكتب جديد انتخاب مكتب جديد. أتمنى أن هذا ما نوصلوش الانتخابات ما نوصلوش قوة اللوائح، أتمنى يكون توافق أخرج اليوم ولا أخرج ينجح في غير التوافق. وتنظن بأن جميع المنخرطين
حنا درنا الاجتماع قبل ما ندخل هنا انهم متفقين على التوافق. اي اول واحد نضاف وافق عليه وبديت عليه هو انا، وطلبت من الاخوان باش يدوا لي الجام ما تكونش فيهم انا، والاخوان قالوا بان خاصه يكون تغيير، انا ماشي ضد التغيير، بغاو يديروا مكتب جديد، رئيس جديد، انا موافق عليه. انا الاخوان اعلن قدام امام المنخرطين، امام الصحافه، وامام جميع المسؤولين انه لن اترشح للرئاسه، واتمنى للمكتب الجديد والرئاسه الجديده يديروا واحد التحدي. داك الشيء اللي درت انا يديروا اكثر منهم، وداك الشيء اللي ما قدرتش ندير انا يديروا هما. هاد المكتب الجديد ما غادي يبقاو من عبد ربه الا السند، الا السند. نطلب من اي واحد ما يكونش حجر عثرة امام الرئيس والمكتب الجديد، يكون خاص يكون نكران ذات، خاص يكون تغمض العين شويه، خاص واحد يصبر. نتمنى بانه المكتب الجديد والرئيس الجديد خلقوا المفاجاه هذه السنه، لا في التسيير لا في المالي ماركتينغ، بزاف حوايج. نتمنى داك الشيء اللي ما حطيتوش انا، لان اخواننا باش نطور في كثير انه يلا وما تقلقوش على شي حاجه باش صدقه اجماع التقرير الادبي والمالي. وندوزو للنقطه المواليه، غادي نحولوا الجمع العام العادي ديالنا للجمع عام استثنائي من اجل ملائمه النظام الاساسي النموذج مع قانون التربيه البدنيه والرياضيه 3009. تنظن بانه هذا التقرير المشروع هو بين يديكم ديال النظام الاساسي ديال جمعيه نادي اولمبيك خريبكه، تنظن قريتوه مزيان، وبان هذا المشروع ماشي حنا اللي دايرينو وما يمكن نغيروا فيه حتى حاجه. التدخل عندنا في البوند الثاني، ولكن الاخوان اللي بغا يدخلوا في شي بوند اخرين ما كاين حتى شي مشكل. اذا المناقشه مفتوحه في مشروع النظام الاساسي. شكرا السيد الرئيس. شكرا السيد الرئيس. الاشكال اللي وقع في هذه النقطه بالضبط هو ماشي اشكال القانون، وانما اشكال ديال واحد القرار سيادي، واللي كاين عند الجماهير كامل وعند المنخرطين كاملين تقريبا تخوف. هو باش نحطوا الاخوان في الصوره، هو اننا ملي كندوا على الوثيقه التي بين ايدينا هي مشروع ديال القانون الاساسي للجمعيه وحاديه ديال النشاط، ماشي متعدده النشاط. حنا كنقولوا ودي الى تصادق على هذا القانون بهذا الشكل، ما علاقتنا مع المحتضن والمؤسس صاحب الفريق اللي هو المكتب الشريف في صفحة. لان المكتب المديري دار واحد الخرق قانوني، هو دعا الجمع عام استثنائي وجمع الفروع على اساس يبقى المكتب المديري ب 16 فرع بدل 17، حل الغاء الوثيقة، لانه كيقول بان كاينه شي وثيقه كتجي من الجامعه بانك تقول الوثيقه راه من الاول احادي النشاط، وهذا الشيء اعتقد ما صحيحش. اذا بغينا فيه مجموعه ديال التوضيحات ونتفقوا. الوثيقه كانت ربما احادي النشاط من 2012 ملي جات بالكوح، انها بقات كتجي لان المنحه كنشدوها مع المكتب المديري، والمكتب المديري كيحضر كعضو داعم، هو اللي عاد كيقوم مقام الوثيقه. اذا هاد الاشكال البارح جاو الناس قال لك اودي كاين الاشكال باش تعود شركه مواطنه غنحيطو لوسيبي، وانا مستعد نجيب لكم جوج شركات ديال الاحتضان ولا ديال هادشي ما شفناهش. السي حسن الممثل مكتب الشريف في صفات قالنا من هاد العام نجيب جوج شركات، فين هما؟ ما جاهمش. اليوم كنقولوا بان الوثيقه غادي تعود احاديه النشاط غدا، هالمكتب المديري اللي كيدير الوساطه ما بينه وبين لوسيبي ما بقاش، غدا لوسيبي ما عرفناش شنو،
يقدر يمشي، يقدر ما يبقاش، يقدر يقع يدخل منحة خاصة وتعود تعتبر بحال بحال آسفة بحال جديدة. هذا اللوجيستيك الذي يقدر جوج المليار ولا مليار وزيادة غير التيران كيما دوا السيران في حكمة، راه عاد التيران فراق عندهم فيه مشكل. حنا هذا اللوجيستيك راه ما خصش، أنا كنقول نشوفوا الطريقة اللي تكون ترضي الجميع، هو أن لو سي بي يعرف بأن هذا المولود راه ولدو. حنا ندبر واحد المرحلة معينة، إذا بغى لو سي بي يمشي إخوان أنا عندي ملتمس المكتب اللي كان يحط صوات ويعطي الناس ورقة ويقول لهم خوتي قابلوا وفرقتكم، خلوا لو سي بي منو المدينة، لأن لوسيكا بلا لو سي بي لا تساوي شيئا، راه غنرجعوا لنهضه الصطاد. إذا أنا ما غنقولش إخوان دابا نديروا متعدد النشاط في هاد الوثيقة وباقي المكتب المدير ما ريحناش معاه وكذا وكذا، خصنا نفكروا في واحد خطة، لأن لوسيكا راه ابن شرعي ديال لوسيكا، راه ما يمكنش شي مسؤولية